سلام. في منفذ زرباطي الحدودي اليوم صار لنا تقريبا اليوم 12 يوم خدمة تواصل ليلا ونهارا. عدد الزوار الإيرانيين زياد هو يعني ما شاء الله، الطبخ مستمر، قلة المواكب بالمنفذ، قلة الثلج، قلة يعني الخدمات. ندعي الحكومة إذا حكومة واسط أن توفر خدمات بالمنفذ. احنا هنا الخدمة الزوار أبو عبد الله الحسين الوافدين من الدولة الإسلامية الإيرانية نقوم لهم بعدة خدمات، منها المأكل والمشرب ومبيت أكو، وصار عدة أيام من قبل بداية السفر، بس أعداد هائلة آلاف مؤلفة. إحنا نشتغل ليلا مع النهار. الموكب الآن هو مشترك بين أهالي الحلة وأهالي واسط. الآن نحاول أن نقدم الخدمات بالشكل الذي نستطيع وبكل ما نستطيع من جهد وبكل ما نستطيع من بذول وبجهود ذاتية وبدعم من أهالي الحلة وبمشاركة أهالي واسط. نقدم الوجبات على ثلاث أوقات، أو في الصباح وعند الظهيرة وفي المساء. نقدم ما يقارب أكثر من ثلاث إلى خمس أطنان من التمن وإلى أطنان أيضا من الدجاج وغيرها وما نستطيع تقديمه. وفي وجبة الصباح عند الصباح في وجبة الإفطار نقدم البيض وغيرها من الأشياء التي تقدم عند الإفطار. يعني للحدود الإيرانية لخدمة الزوار يومية احنا نشتغل. بالنسبة للتمن نطبخ الصبح 40 كيس تمن، ونطبخ ما يقارب طن و600 طن و800 دجاج، ونطبخ ويا باقله نوزع باقله نوزع ويا معكرونه، كل شيء يحبوه الايرانيين نستخدمه للزوار.